في إطار مجابهة الفيروس المستجد كورونا، نظمت المجموعة الإقليمية للطرق الوطني بتيزي وزو، وهذا بالتنسيق مع مختلف المصالح، حملة تحسيس وتطهير واسعة مست الشوارع الرئيسية وكذا الأماكن العامة للقضاء على هذا الوباء الخطير. وفي هذا المجال ننصح كل المواطنين بالوقاية والحذر والتزام بيوتهم، وعند الضرورة يتم الاتصال بالرقم الأخضر الخاص بالدرك الوطني 1055.